صباح الخير على الجميع، ما شاء الله تبارك الله. دائما أقول الخلطة ممتازة جدا حق الطيور الصغيرة أو الكبيرة. شوف ما شاء الله الطيور تتروش فيها، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. طبعا هذا الجوز فوق يتروش، وهذا الجوز اللي تحت الدرة ممتازة جدا 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 فوق ما تتخيل، لأن فيها ثوم. سبحان الله الثوم يقتل الحشرة. شوف الجوز اللي فوق ما شاء الله تبارك الله، وشوف الجوز اللي تحت ما شاء الله تبارك الله. خلطة رقم واحد للوقاية من جميع الأمراض ممتازة جدا، لأن فيها ثوم، فيها بصل مطحون، فيها زنجبيل. سبحان الله، أقول هذا عطر، عطر الطيور. دائما أشوف الطيور إن كانت حمام الزاجل أو الطيور الزينة، الكناري، الكروان، الكاسكو، عندي مقاطع كثيرة والطيور تتروش فيها ما شاء الله تبارك الله. شوف هذا جوز هنا وفوق جوز هنا، وشوف اليوم التاريخ والوقت ما شاء الله تبارك الله، شهر 11 27 اليوم، والوقت 2023 السنة، وشوف هذا الوقت 10 و4 دقائق ما شاء الله تبارك الله. دائما أقول الخلطة ممتازة، خصوصا خلطة رقم واحد للوقاية، إذا تروشت فيها الطيور ممتاز جدا جدا جدا. طبعا حتى الكاسكو يتروش فيها، فقط معلقة صغيرة في اللتر، معلقة صغيرة في اللتر ما شاء الله تبارك الله. طبعا هذا الجوز شوف، أنا لأن دائما أحطه ويفسك ذا، قمت أحط له زي كذا. أما الطيور الثانية الكاسكو لا، نفس هذه لي ويتروشوا فيه ما شاء الله تبارك الله. شوف هذه خلطة ولد الشرقية للوقاية من جميع الأمراض، ممتازة جدا جدا جدا. طبعا دائما طبعا شوف، شوف هذا الأمازون ما شاء الله يحاول يتروش في الخلطة. شوف هذا هنا جوزين، الجوز اللي فوق واللي فوق صورته يتروش، وهذا شوف هذا الأمازون ما شاء الله تبارك الله يتروش. طبعا هذه الأنثى ما شاء الله تبارك الله. شوف، وهم بنزل لكم شو اسمه هذا، حمام الزاجل هو يتروش. شوف أمامك، أمامك، شوف شوف كيف يتروش. سبحان الله، ما أدري والله الثوم فيه فوائد حق تروش الحمام، ما أدري، أنا متأكد إنه يقتل الحشرات. هذا أمامكم جوز، 3 أجوز اليوم صورت، 3 أجوز في شهر 11 ما شاء الله تبارك الله. شوف 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 ما شاء الله تبارك الله. طبعا هذه خلطة رقم واحد للوقاية، ها شوف كيف تقوص الأنثى ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. هذا أمامكم الحمام يتروش ما شاء الله تبارك الله، شوف كيف ما شاء الله تبارك الله. طبعا هذه الأنثى اللي تتروش، وهذه هنا الأنثى اللي تتروش. خلنا نشوف فوق إذا في بعد متروشة ولا لا. شوف ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. شوف أصلا الترويش يحفز الطيور على التزاوج ما شاء الله تبارك الله. بس حبيت أصور لكم وأوريكم إن الخلطة ممتازة حتى إذا تروشت فيها الطيور. ها هذا شوفها تروش ما شاء الله تبارك الله، وهذا تروش ما شاء الله، وهذا تروش ما شاء الله. دائما أقول الوقاية خير، ما يمنع يا شباب، بخلي اليوم الحمام يتروش في الخلطة. ها شفت معلقة واحدة فقط، ها بس واحدة، تقدر تحط معلقة على هذه. خلطة رقم واحد، شوف ما شاء الله تبارك الله، خله يسبح، خله يتروش، خلي الحشرات تطلع. الثوم وزن 20 لتر حق الترويش. ها بخلي الحمام ان شاء الله يتروش. هذه هي الخلطه نفسها اللي شربت منها، بخليها تتروش منها. شوف هذه، هذه خلطه رقم واحد، عليهم بالعافيه. طبعا هذا الاصفر كركم، كركم بس، اوريكم ان شاء الله الحمام كيف يتروش. الزنجبيل والكركم عدو الحشرات، انا جربت الثوم ممتاز. هذه هي، بخليكم امامكم تشوفون كيف يتروشوا الحمام. شو وتشوف الحمام يتغير، شوف 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 شوف. ها هذه هي، اخلص الوقايه. دائما اقول
استعداد يا حمام والدي الشرقية. يلا طبعا هذه هي اللي حطينا ثلاث معالق. استعداد الى الترويش. انا علمتكم الخلطة داهية داهية حق ترويش. طبعا حتى طيور الزين انا حط لهم نفس الخلطة. ورب الكعبة انهم يتروش آية خيرا من العلاج. شوف الحمام كيف يتروش. بس اليوم الخميس الونيس، المفروض خلناهم يوم الجمعة ان شاء الله بعد، ليش لا ما يمنع الجمعة نروشهم. شوف هذا الحمام انا حطيت لهم سطل بس واحد على اساس انه اوريكم، هنا شربوا وهنا يتروشوا ويشربوا ما في مشكلة. شوف هذا الحمام يمك يتروش. العب العب يا ولد، العب 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 في خلطة ولد الشرقية. ما شاء الله ما شاء الله. انسى الحشرات. باوعت عيني، باوعني ثيابه، باوعت كيف الخلطة. شفت الحمام كيف يحبها. طبعا الكسيكو يسبح فيها، طيور الزينة تسبح فيها، جميع الطيور انا لاحظت انها تحب خلطة رقم واحد. شوف 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 كيف انت، شوف شوف هذا هي نقول عطشانين، هذا هي يمك الجلون معبى فل. شوف هذا هو، هذه الخلطة ويشربوا هنا. ليش الحمام تحب تتروش فيها؟ هذه هي لما منها فايدة، ما طبت الحمام تتروش. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. باوعت عيني خلطة ولد الشرقية، هنا الوقاية خيرا من العلاج. شوف 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 بس شوف 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 الصحة. شوف شوف يا مرحبا. باوع 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 عيني باوع باوع. مرحبا 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 مليون مرحبا ماجور يا ولد الشرقية. مرحبا ماجور. وهذا الحمام بدأ يتروش. باقي بتشوف الحمام كله يتروش في خلطة ولد الشرقية رقم واحد للوقاية من جميع الأمراض بإذن الله تعالى. هذا الحمام بعد ما يشرب يبدأ يتروش على طول ترويش، على طول ترويش. ها هنا الصحة، ها هنا الوقاية بإذن الله. طبعا إذا شربوا أزيده ماي. طبعا شوف هذا الماي عندي موجود، أرجع أزيده علشان الحمام يحب يتروش دائما في الخلطة. شوف شوف ما شاء الله ما شاء الله. شوف هناك الصقار، الأمهات تعطي الصقار. شوف شوف شوف. ارحب يا ولد الشرقية ارحب. مرحبا مليون مرحبا مليون مرحبا مرحبا يا ولد الشرقية. ما شاء الله تبارك الله. هذا الأساس هنا الأساس يا هل. طبعا ما رايح أتكلم ما رايح أتكلم، أخلي الجوال هو يتكلم يا شباب، أخلي الجوال هو يتكلم. شوف 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 ما شاء الله. وهذه خلطة ما أتكلم أنا، أنا أخلي الجوال يتكلم، ما أتكلم أبدا. شوف 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 ما شاء الله ما شاء الله. هذه خلطة ولد الشرقية رقم واحد. كثير يسألوني هل في توصيل؟ في توصيل في جميع مناطق المملكة بإذن الله بإذن الله. ايش في ما شاء الله. شوف 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 فايدة الثوم. الثوم يقتل الحشرات من على جسم الطير بنسبة 99%. طبعا يا شباب جوالي بيطفي، بس حبيت اوريكم الحمام هو يشرب من الخلطة رقم واحد للوقاية من جميع الأمراض، والحمام يتروج بإذن الله. هذا شوف الحمام، شوف الحمام كيف. هذا شوف جاكوزي ما شاء الله، جاكوزي يا ولد الشرقية جاكوزي. شوف ما شاء الله كيف الترويش. ما شاء الله ما شاء الله. شوف الحمام بس ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عليك يا ولد الشرقية ما شاء الله. ارحب ماجور مرحبا مرحبا مرحبا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شكر والله يا شباب شكر والله. طبعا بزيد الان بعد شوي ازيده. هذه حمام ولد الشرقية الزاجة ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. طبعا زي ما علمتكم حطيت فقط معلقتين على العشرين لتر اللي هو السطل البول. هذا هو العشرين لتر معلقتين. طبعا الان شوي وزيده واخلي الحمام يتروش ما شاء الله تبارك الله. مرحبا متابعين سناب خلطة ولد الشرقية. هذه خلطة رقم واحد للوقاية من جميع الامراض. اليوم ان شاء الله بخلي الحمام يتروش في هذه الخلطة.
يشرب منها واخلي الحمام يتروش منها. ممتازة جدا هذه خلطة رقم واحد. اقسم بيت الله تشوف الان الحمام كيف يتروش فيها. لي تقريبا الان 10 من اقول لكم ممتازة جدا، خصوصا الثوم يقتل الحشرات فوق على جسم الطير. شوف هذا اول معلقة وهذه ثاني معلقة، هذه خلطة رقم واحد. ما شاء الله فيها ثوم، فيها زنجبيل، فيها مرة، فيها سكر نبات، ممتاز جدا. طبعا حطينا معلقتين على هذا السطل البوية. اوكي الان اخلي الخلطة تنخلط، اخلي الحشر سنوات وانا استخدم هذه الطريقة. هذه الخلطة ممتازة حق الوقاية، تطرد الحشرات من على جسم الطير. دائما اشوف الحمام يا ما شاء الله يا ما شاء الله يا ما شاء الله الكريم. طبعا هذه الخلطة شوفوها، حبيتها هنا في الثلاثة الاسطول دي، ما شاء الله تبارك الله. الان الحمام يشرب منها ويتروش فيها باذن الله. دائما اخلي الحمام كل اسبوع مرة واحدة تتروش فيها، كل اسبوع مرة واحدة. طبعا العلبة هذه فيها تقريبا 35 علبة، انت كل اسبوع بتحط معلقة في السطل هذا البوية او معلقتين، يعني في الشهر بتستخدم 8 معالق تقريبا، ما شاء الله تبارك الله. وهذا الحمام الان تشرب من الخلطة وتعطي الصغار على طول. شوف الامهات تعطي الصغار، فيها الليمون الاسود، افضل فيتامين سي الليمون الاسود يا شباب، الليمون الاسود فيه فيتامين سي عالي. شوف الصغار هناك الامهات تشرب على طول، شوف ما شاء الله تبارك الله، شوف ما شاء الله، شوف كيف الحمام. هذه خلطة رقم واحد للوقاية من جميع الامراض. شوف الحمام كيف يتروش، شوف. هذه خلطة ولد الشرقية طبعا رقم واحد. شوف 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 الحمام، شوف هذا الحمام تروش في الخلطة ما شاء الله تبارك الله. شوف ما شاء الله تبارك الله، الآن الحمام بعد ما شرب من الخلطة يتروش فيها. شوف شوف شوف، ده كل اسبوع احط لهم معلقة في نفس هذا السطل او معلقتين. شوف كيف الحمام، شوف شوف. دائما اقول خلطة رقم واحد وقاية من جميع الامراض، ممتازة جدا جدا جدا. شوف الان شوي شوي الحمام يتروش، يفضل الصباح بدري الساعة 9 الساعة 10 خلي الحمام يتروش. شوف شوف ما شاء الله، شوف شوف. هذه خلطة ولد الشرقية للوقاية من جميع الأمراض بإذن الله تعالى. دائما أقول الوقاية خيرا من العلاج، ما شاء الله تبارك الله. شوف ما شاء الله كيف أحافظ على الحمام، ما شاء الله تبارك الله.